لربما هسه الحلقه بعد ان تعرض راح يقولون اكو استهداف لموضوع السله الغذائيه، واستاذ احمد وغسان فاتحين باب يحجون التمن يبيع الوكيل كعلف حيواني. خلينا انا وانت والمشاهدين والسيد وزير التجاره والمتحدثين باسم وزاره التجاره حنشوف فيديو لامراه، مو الشاب شباب، اكو امراه بدها تنظف تمن، شوفوا شلون الطريقه اللي تنظف بها، خلينا نشوفه ونرجع. عليكم ورحمه الله وبركاته. هاي تمن يوزعون اياه مال طاقه تموينيه، يعني من الوكيل. شوف التمن كله حديد بالمغناطيس، بالمغناطيس قاعد نطلعه. هاي شوفوا، يعني بالمغناطيس يطلعون الحديد اللي ببطن التمن. الله اكبر عليكم يا حكومه، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. يعني هذا هسه البشر من ياكله يعني شو يصير بيه؟ يقبل هو وزير يعني التجاره؟ يعني يا وزير يقبل ينطي، يعني ما شفته؟ لا يقبل ينطي عياله، يقبل ينطي جهاله. الله، الشركه اللي تعاقدت وياها ما تحاسبها هيك يعني، بس تجيب حوط وانطي فلوس ليش؟ هم جاي ندفع فلوس، هاي كلها من النفط مالتنا، ان حصه بالنفط، هاي تاريتها هيك تجيبوني. الله اكبر عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هاي احدى العوائل العراقيه اللي تنظف بطريقه مستحدثه، تنظف التمن بالمغرب.